فتح باب العمل التطوعي مجددا. تدور الأيام ويعود هذا الفريق بمشروعه الخيري، إفطار صائم هدفه الأوحد. يجهز زيد وجبة اليوم قبل ساعات من موعد الإفطار. تغلي نفوس الفريق ألما لما حل بهذه المناطق المنسية والتي سلبت الحرب من أهلها الكثير. نحن دائما نستهدف المنطقة القديمة لكون سكانها يعيشون يعني حالة من الفقر، بسبب أنهم ناس يعني يشتغلون قوت يومهم يعني يوم بيوم، بسبب الظروف المعيشية اللي يعيشوها، بسبب غلاء المواد الغذائية. فنحن نحب أن دائما حملتنا تكون بالأيمن. البيوت أسرار، وهذا ما يتجسد هنا، فالفقر ينهش بالكثير من سكان هذه الدور في قديمة الموصل، لكن لا يسمع أنينهم سوى من يقاسمهم المعاناة، ما دفع البعض منهم إلى التواصل مع الخيرين لمساعدتهم. والله نسبة الفقراء تقريبا النص، وأكو ناس عندهم رواتب، بس أكو رواتب عن رواتب، أكو رواتب مع الرعاية، الرعاية 150 ما نسوي شيء بهالوقت هذا وعلى صعود الأسعار. وأكو ناس لا، طخ راتبهم بالمليون ومليون ونص ومليونين وثلاث ملايين ولا يدير بال للفقير. يعني عن نتواصل يمكن مع ربع مناطق القديمة، ربع ما تقدر تتواصل مع نصها، ما عندنا هاي المبالغ الدفع أن نتواصل معها، وما حد عيصله ولا حد عيشوف وضعية هاي الناس التعبانة. رشة خير في زمن لم يعد فيه التراحم موجودا قد تحدث فرقا، فمضاعفة الأسعار واستغلال الشهر الفضيل ينعكس سلبا على الفئات المعدمة. فهذه الوجبة الصغيرة بمثابة حجر يسند جدارا يريد أن ينقض على قارعة الجوع. مدينة الموصل وبالأخص المنطقة القديمة أصبح الآن شهر رمضان اللي هو شهر مبارك شهر خير، أصبح عليهم شهر نقمة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. يعني المفروض في شهر رمضان التجار ينخفضون الأسعار، لا، نحن يستغلوها في هذا الشهر المبارك يبدأون بارتفاع الأسعار، فالناس اللي بهاي المناطق أكثرهم كسبة، أكثرهم تعطلت أعمالهم، فأصبح نقمة عليهم. حال فقراء الموصل تماما كحال هذا الدجاج الذي يشوى على نار هادئة، فنار الجوع والعوز وارتفاع الأسعار شوت جلودهم منذ أن سجل رمضان دخولا وإلى اليوم، ليترجم ذلك زيف الشعارات التي تقول أن رمضان شهر التراحم. من الموصل محمد طلال، قناة زاغروس الفضائية.